أهلا بكم من جديد، والبداية من جمهورية مصر العربية، حيث أغلقت البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي في مؤشراتها، تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 2.285 مليار. ارتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة بلغت 0.8% عند مستوى 17763 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.7% عند مستوى 3592 نقطة. كما زاد أيضا مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 0.8% عند مستوى 5311 نقطة. أما على صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعاً، قفز سهم شركة سبيد ميديكال بنسبة 5% ليغلق عند 0.44 جنيهاً. يلي سهم شركة الحديد والصلب المصرية بنسبة 5% ليغلق عند 6.72 جنيهات. جاء بالمركز الثالث في الأسهم الأكثر ارتفاعاً سهم شركة العربية للخزف بنسبة 4.64 ليغلق عند 0.72 جنيهاً. بينما تصدر الأسهم الأكثر تراجعاً سهم شركة بيلتون المالية القابضة بنسبة بلغت 4.68 عند 3.67 جنيهات. ولتحليل أبرز ما جاء في البورصة المصرية ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ مينا رفيق، رئيس قسم البحوث بشركة المروة لتداول الأوراق المالية. مرحبا بكم على قناة الذريب برنامج أرقام وأسواق. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. يعني في البداية أستاذ مينا، ما رأي حضرتك في مواصلة الأداء العرضي لمؤشر البورصة المصرية الرئيسي وأيضا اتجاهه للصعود الطفيف؟ طبعا احنا يمكن بقالنا فترة طويلة بنتكلم على الأداء العرضي، ويمكن احنا حتى بقالنا شهر تقريبا كنا ماشيين بين مستويات 17750 لمستويات 17300. شهدنا اختراقات اليومين اللي فاتوا لمستوى 17750، ولكن دايما بقى كل ما بنوصل او بنقرب من مستوى 18000 نقطة بيبقى هو مستوى مقاومة عنيف شوية، فبيحصل منه عمليات جني ارباح. والحقيقة كمان ده مدفوع بعدة عوامل، يمكن في تفاؤل او اسباب الصعود ان ما زال في تفاؤل بشأن استئناف برنامج الطروحات الحكومية، ويمكن كان في تصريحات السيد رئيس الوزراء عن ان في صفقات مرتقبه بحوالي $1 مليار في خلال الشهر الجاري. برضو في بعض التوقعات بخفض جديد في قيمه العمله المحليه، وطبعا احنا عارفين ان في بعض الشركات بتستفيد من عمليات الخفض، ولكن برضو في حذر شويه من المستثمرين نتيجه ان شفنا الاسبوع الماضي عوده البنك المركزي رفع معدلات الفائده تاثرا برفع البنوك المركزيه في العالم. يعني احنا شفنا الفدرالي الامريكي رفع معدلات الفائده وبعد كده تلاه البنوك الخليجيه، فكل العوامل دي بتخلي المستثمرين حتى لو في تفاؤل بيبقى التفاؤل حذر، وده اللي بيخلي ان في اتجاه عرضي باهت شويه نتيجه التفاوت بين التفاؤل والتشاؤم او الحذري. نعم، برأي حضرتك ايضا ما هو المسار المرتقب للمؤشر السبعيني الذي ارتفع طفيفا اليوم ايضا؟ طيب المؤشر السبعيني عامة مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، ده مؤشر دايما اللي هو المؤشر الأفراد، فدايما بنلاقي فيه أو حركة المؤشر بتبقى أقوى شوية من المؤشر الثلاثين. يمكن الفترة اللي فاتت كان فيه حركة قوية عن المؤشر الثلاثين نتيجة المضاربات، ولكن يمكن الفترة ديت برضو المستثمرين حتى المستثمرين الأفراد اتأثروا بالمخاوف بتاعت رفع معدلات الفايدة، وفي نفس الوقت برضو زي ما احنا اتكلمنا انه في تفاؤل وفي حذر، فده خلى الاداء هو ايضا بتاع المؤشر السبعيني باهت خلال الفتره القليله الماضيه. نعم، لكن هو ما زال اعلى مستوى 3500 نقطه، كان متوقع ان هو برضو يوصل تاني مستهدفه اللي هو 3750 نقطه اللي وصل لها كان قبل كده بشهر يونيو. نعم أستاذ مينا، بشكل أكثر تفصيلا هنعود مرة أخرى للمؤشر الثلاثيني أو الرئيسي، تحليلك للمؤشر إيه؟ المؤشر الثلاثيني هو متوقف على يعني على عايز محتاج محفزات، محتاجين احنا ابتدت احجام التداول تزيد الفتره اللي فاتت، لكن احنا يمكن كنا بنشوف ان احجام التداول نصها كان بيروح لاسهم المضاربات. يعني شفنا فتره دلتون اللي كانت مستحوذه على اكثر من نص احجام التداول، انما ابتدت يعني فهو محتاج عده محفزات، ومحتاجين ان احنا نشوف احجام تداول اكبر من كده
نعم ليه اخترق مستويات ال 18000؟ طبعا مع الاعلان عن استئناف برنامج الطروحات الحكوميه ومع استئناف موسم نتائج الاعمال، يمكن احنا اليومين دول في موسم نتائج الاعمال والشركات كتير بتعلن عن نتائج اعمالها. صحيح العوامل دي هتشجع المستثمرين اكتر على الدخول مره اخرى واختراق مستويات ال 18000 نقطه صحيح، باذن الله. بتكون حافز أكيد. أيضا ما هي توقعات حضرتك لأداء مؤشرات البورصة المصرية الفترة المقبلة؟ ما هي المؤشرات، متوقع ان المؤشر الرئيسي زي ما اتكلمنا ان المؤشر الرئيسي اي جي اكس 30 اعتقد ان هو هيخترق مستويات 18000 نقطه، والمؤشر 70 ايضا مؤشر اي جي اكس 70 من المتوقع الفتره الجايه ان هو يخترق المستويات 3750 اللي هي بتعتبر مستوى مقاومه مهم جدا. نعم أيضا أستاذ مينا، لماذا تزايدت برأيك مشتريات المؤسسات المصرية وأيضا العربية بجلسة اليوم؟ طيب المؤسسات المصريه عامه احنا خلينا متفقين ان احنا بقالنا فتره طويله شايفين المؤسسات المحليه هي اللي بتشتري في السوق، صحيح يمكن من ساعه تخرج المؤسسات الاجنبيه العام الماضي والمؤسسات المحليه هي اللي حل يعني ابتدت ان هي تتشجع، وخصوصا بعد تراجع اسعار الاسهم لمستويات متدنيه ومع عمليات خفض العمله المحليه، فاصبحت اسعار الاسهم اكثر جاذبيه، فابتدت المؤسسات المحليه ان هي حتى تركز او الانتقال من الاستثمار في ادوات الدين ان هي كمان بقت بتزود استثماراتها في الاوراق الماليه نتيجه يمكن الارباح بتاعت الاوراق الماليه دلوقتي بقت اعلى من فوائد ادوات الدين. ف بقالنا فتره طويله جدا شايفين المؤسسات المحليه هي اللي بتشتري في السوق، وهي بصراحه دي ميزه وعيب، هي ميزه ان هي بتدي ثقه اكتر للمستثمرين ان الاسهم او اسعار الاسهم فعلا جاذبه وان هي بتتداول باقل من قيمتها الحقيقيه، ولكن في نفس الوقت طبعا محتاجين ان احنا نشوف مؤسسات اجنبيه. اللي ابتدينا نشوف كمان دلوقتي المؤسسات العربيه، ويمكن احنا دايما بنشوف ان المؤسسات الخليجيه فيها اهتمام كبير قوي باستحواذات على الشركات المصريه، ويمكن في الفتره الاخيره شهدنا عده صفقات من مؤسسات خليجيه على شركات مصريه، واعتقد ان ده برضو هيبقى مستمر معانا الفتره الجايه باذن الله. بإذن الله. أيضا برأي حضرتك، هل أثار إعلان المركزي للمحاسبات قرارا جديدا بشأن مراقبة حسابات باكين على أداء السهم؟ هو القرار ما كانش مفاجئ، هو قرار متوقع وهو متوقع. طبيعي، لأن هو احنا طبعا النهارده الباكين تخرجت منها القبضة للصناعات الكيماوية، فهي أصبحت غير تابعة للحكومة، وبعد صفقة استحواذ الأصباغ الوطنية يمكن احنا شفنا العرض اللي اتنفذ او صفقه استحواذ الاسباق الوطنيه كان ساعتها السعر 39 جنيه 80، وهي النهارده الاسباق الوطنيه مستحوذه على اكثر من 80% من الشركه، فهي اصبحت غير تابعه لقطاع الاعمال او للحكومه، فطبيعي جدا ان كان المركز المحاسبات يلغي اعمال مراقبه الحسابات على الشركه. ان واما تحركات السهم على الشاشه فهي طبيعي ان هو الفري فلوت بعد صفقه الاستحواذ قل جدا، فبقى هو شغال تقريبا في النطاق ما بين 36 من 36 جنيه ل 40 جنيه بعد صفقه الاستحواذ. نعم ايضا استاذ مينا، براي حضرتك هل انعكس اعلان مدينه نصر عن نمو ارباحها بنسبه 151% على اداء اسهمها؟ طبعا مدينه نصر اداء يعني اداء مالي وفني قوي جدا، مدينه صحيح. نصر يمكن احنا بنشوف ان هي دايما في القطاع العقاري شركة مهمة جدا بتقدر تعمل ارباح، معدلات نمو في الارباح قوية جدا، كانت يمكن بس اتأثرت بعد جائحة كورونا، يمكن احنا الفترة اللي قبل كورونا كانت ارباح مدينة نصر بتتجاوز المليار جنيه، بعد جائحة كورونا حصل فيها دروب، انما شايفين ان هي ابتدت تقوم بسرعة من الآثار السلبية للجائحة، ويمكن احنا شفنا الارباح عمالة بتتم بوتيرة سريعة جدا، وهي كمان في فكر جديد في مدينة نصر الإسكان، ان هو دلوقتي احنا بنشوف ان هي ابتدت تعمل توسعات خارج القاهرة، يمكن احنا شفنا اخر مشاريعها مشروع زهو في غرب اسيوط، ايضا ابتدت تلجأ لافكار جديدة زي المنصة الجديدة اللي هتتعمل، فمدينة نصر يعني كأداء مالي دايما المستثمرين بيحبوا ان هو يستثمروا فيها، أداها على الشاشة ايضا ان احنا شفنا يمكن ان اداء السهم بعد يعني اليومين اللي فاتوا كان اخترق مستوى، كان عندي مستوى مقاومة 3 جنيه 44 قرش، وقرب لما كسر ووصل لمستوى قريب من مستوى المقاومه المهم 3 جنيه 59 قرش، ابتدت تحصل جني عمليات جني ارباح نعم. طبيعيه اللي خليته يقفل يعني عند مستوى 3 جنيه 48 في جلسه اليوم، لكن متوقع ان هو هيرجع تاني لمستويات ال 3 جنيه 87 ومستويات ال 4 جنيه باذن الله في الوقت القريب.
نعم وضحت النقطة. بشكر حضرتك أستاذ مينا رفيق رئيس قسم البحوث في شركة المروة لتداول الأوراق المالية لمشاركته معنا اليوم.